الناس مش عارفه تقول لبعض مبروك ولا هارد لك. ايه في الحقيقه هارد لك؟ الزمالك دايما بيسموه مدرسه الفن والهندسه. القاعده ان الاهلي يكسب. لو هتدي لقب ملوك الصلاه تديها لمين؟ النادي الاهلي طبعا. احنا ملوك الصالات يا جماعه، انتوا بتتكلموا فين؟ ده هو بيتكلم في ارقام مين كسب مين في اخر بيحسب جولات. عشرة من عشرة. عشرة من عشرة طبعا. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين وفقره النقد الرياضي. عمرو علاء يتجاوز الملايين في جميع الحقيقه، فيديوهاتهم يعني مشاهده تاريخيه لعمرو الدردير وعلاء عزت كل اسبوع. عمرو بيه مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، وطبعا سعيد جدا 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 بالجمهور المصري بمختلف انتماءاته، جمهور عزيز علينا، جمهور محترم، مهتم جدا بالفقرة دي، حاسس ان الفقرة دي بتعبر عنه وتعبر عن جماهير كرة القدم المصرية بشكل عام، ودي ميزة كويسة. اعتقد حتى اي حد بيحاول يقلد الفقرة بشكل او باخر يعني دايما الحاجة التقليد ما بتبقاش زي الاصل. فالحمد لله يعني اسطورة كابتن علاء بيه، مساء الخير. ازيك كابتن؟ ربنا يخليك. الحمد لله. عايز بس ما تزعلش الفتره الجايه لما تلاقي انا وعمر على الشاشات العربيه، يعني ان لا 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 طلبنا بالفعل على ان احنا نطلع في الشاشات العربيه. انت وعمر شاشات عربيه؟ آه. يعني كفايه انت لوحدك مش عارفين نوقفك، هو الراجل ليه مكان يعني هعمل ايه بعد كده؟ انت وعمر ينفع كده عمر بيه؟ حبيبي يا كابتن. انا وعمر احنا الحياة. يعني انا سايبه دلوقتي عروض رهيبه وتخطيط انتخابات واقول ما فيش الحقيقه العروض كتير جدا يعني، فاحنا مش عارفين نرد على مين ولا نقول لا لمين. امتى نقدر نقول الاهلي والزمالك متساويين؟ يعني بقى لنا فتره كده كل ما يتكلم عن الزمالك يقول لك مشاكل اداريه، ما فيش استقرار. الفرق بين الاهلي والزمالك ان الاهلي فيه استقرار. امتى ممكن نقول ان الظروف واحده؟ طبعا كل الكلام اللي بيتقال ده صحيح، لان الاهلي في مجلس منتخب مستقر في الدنيا مستقرة، وما سمعناش ان الاهلي مثلا اتحل المجلس لسبب او لاخر وجات لجنة معينة ده بتدير النادي، لكن ده تكرر كتير في نادي الزمالك وده مش صح. يعني محدش مع اللجان مهما كانت هي مين او مهما يعني كان الوضع ايه، طبيعي المجلس المنتخب مختلف تماما عن اللجنة، لان مجلس منتخب بيستمد قوته من اعضاء الجمعية العمومية، فبالتالي هو موجود 4 سنين كمان فترة كافية، فيقدر يعمل تخطيط قصير مدى طويل مدى، يقدر يعمل كل اللي هو عايزه. ده بالظبط مش موجود في نادي الزمالك، لكن موجود في النادي الاهلي، عشان كده دايما بيحصل نوع من المشاكل الاداريه في نادي الزمالك، ودايما الناس تقول لك ايه اصل الزمالك عنده مشاكل اداريه. هو المشاكل الاداريه جايه من ان بيتحل المجلس كتير جدا. احنا شفنا في اخر فتره اخر 10 سنين مجلس اداره الزمالك اتحل كتير جدا، في حين ان مجلس اداره الاهلي مستقر وموجود فده اللي عامل البالانس شويه. لكن انا اعتقد ان الفتره الجايه خلاص هتكون في انتخابات، رجع المجلس المنتخب من جديد، فبالتالي الفترة الجاية هيكون في انتخابات ان شاء الله هتفرز مجلس لمصلحة نادي الزمالك، واعضاء نادي الزمالك هم اللي اختاروه، فهيبقى مجلس المنتخب عمل استقرار اكتر للزمالك. افندم، رجوع المجلس المنتخب عمل استقرار اكتر للزمالك؟ طبيعي، اصل مجلس منتخب يعني عنده قوة عنده قوة من الجمعية العمومية، فيدي يدي استقرار، حاجة كويسة. لا طبعا شايف ان التساوي ده محتاج سنين، لان حتى لو في مجلس منتخب نادي الزمالك هيبقى جاي مكبل بالديون، هيبقى عليه ديون كتير جدا، يعني هياخد يمكن اعتقد ان فتره الولايه الاولى اي مجلس منتخب جاي للزمالك هيبقى ال4 سنين الاولى دي هتبقى كلها معاناه لسد الديون اللي بعد كده. عشان يوصل للتساوي ده يعني ال4 سنين الجايين صعب جدا ان تحصل تساوي، هيبقى الرهان على ال4 سنين اللي بعديها. عشان كده بقول لحضرتك محتاجه سنين، لان نادي الزمالك التساوي مش تساوي استقرار اداري بس، استقرار كمان مادي. نادي الزمالك عنده مشاكل ماديه كبيره جدا، النادي الاهلي عنده استقرار مادي كبير جدا، بيتكلم على ميزانيه 2 مليار و800 مليون جنيه، ونادي عليه ديون، فبالتالي نادي الزمالك عشان يوصل لمرحله النادي الاهلي محتاج سنين. ايوه بس برضه في النهايه لا، الاستقرار مش فني بس، الاستقرار كمان مادي يعني. ماشي، بس عشان بس احب اضيف لحضرتك ان برضه النادي الاهلي رغم ان ميزانيته 2 مليار ونص تقريبا،
بس يعني الغالبية العظمى فيها أصول ثابتة. أصول ثابتة. لكن لكن تعال بص للكورة في الأهلي وفقا لآخر ميزانية 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 للنادي الأهلي هتلاقيها خسرانة. ماشي. لا أنا يعني أقصد المشاكل موجودة هنا. لا هو بيقولك التساوي في الأفكار. يعني يعني أنا سمعت الكابتن سيف زاهر بيتكلم على امبارح بيتكلم على حلم استاد الأهلي والزمالك وبيقول الاثنين مع بعض. لكن يعني الكابتن سيف بيتكلم على ان الاثنين مع بعض وبتاع وكده. لكن انا شايف طبعا ان الاقرب للخطوه دي النادي الاهلي بكثير طبعا. طب فكره الاستاد على فكره موجود على فكره عايز اقول لك حاجه ممكن الزمالك يسبق بخطوه. طبعا لا في مشروع الاستاد الله اعلم. بس انا عارف ان الاستقرار او الميزانيه الميزانيات ميزانيات النادي الاهلي والزمالك بتقول ان النادي الاهلي لا هو ده مش موضوع ميزانيه. ده موضوع خارجي. يعني ايوه انا عارف تمويل خارجي وقروض ده قصه مختلفه. واحتمالات ان الزمالك في الاستاد يعني يسبق بخطوه. يعني احتمال ان هو قريب يمضي يشتغل الله اعلم. يعني بس انا بقول لك الاستقرار انا بقول لحضرتك انت بتقول التساوي. ممكن التساوي الاداري ممكن يحصل. لكن التساوي كقوه ماديه وبتاع كده لا محتاجه سنين للزمالك. محتاج سنين. تسويقيا هناك اختلاف كبير ما بين الاهلي والزمالك. يعني لو ده عمل استاد وده عمل استاد وده عمل مول وده عمل مول ده عمل مشروع تجاري ده عمل مشروع تسويقيا. لا تسويقيا اعتقد انه قريبين من بعض. يعني مش هيبقى في فرق كبير تسويقيا ما بين الزمالك والاهلي لان الشعبيه تقريبا يعني ده عنده شعبيه كبيره وده عنده شعبيه كبيره. تسويقيا مش هيبقى في فرق كبير. بس هو الفكره يعني انا متفق مع علاء في جزئيه هي بس استقرار اداري النادي الزمالك. الاستقرار الاداري هيعمل كل حاجه. يعني لو في مجلس مستقر انا اتصور ان هيكون في استاد لنادي الزمالك قريب جدا. لو مجلس منتخب مستقر انا اتصور ان هيكون في نادي الزمالك قريب فرع تاني على مستوى عالي جدا. نسبه التقسيم الاهلي والزمالك كم لكم من وجهه نظرك؟ يعني الاهلي مثلا ياخد 70% من التسويق طبعا. 70%؟ طبعا. طبعا انا مختلف تماما. لا انا عايز اتكلم على بالبطولات. الارقام انا مش هتكلم في الجماهيريه. مش هتكلم في الجماهيريه خالص. الجماهيريه دي ليها حسابات تانيه خالص. لكن انا بتكلم انا كشركه عالميه جايه برعى اكتر من في شكل اوسط ودي موجوده في الدوري الانجليزي حتى موجوده. بشوف اخر خمس سنين ايه اكتر فريق انجح فريق في اخر خمس سنين. الفريق اللي بيظهر في دوري ابطال اوروبا في دوري ابطال اسيا في دوري ابطال افريقيا. الفريق بيظهر في كاس العالم للانديه. كل دي ليها حسابات تانية. غير طبعا معايير الجماهيريه. طبعا معايير الجماهيريه طبعا دي الشركات دي مش بتحسبها كده احتياطا زي ما احنا بنتكلم كده. لا دي بتحسبها عندهم موقع تواصل اجتماعي بيشوفوا عليه النسب الجماهيريه هنا وهنا. بيشوفوا الاستفتاءات مين اللي بيكون اكتر تواجدا على السوشيال ميديا. ايه الجمهور الاكثر انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي. ايه الفريق الجمهور الاكثر تفاعل مع فرقته في كل المناسبات. دي كلها ليها حسابات طبعا. والحسابات دي كلها ترجع كابتن الاهلي. طيب. انا عايز اتكلم في ارقام. في بطوله العالم للانديه اللي هتقام الجديده عندنا ست فرق على راسهم تشيلسي. القيمه التسويقيه بتاعته 891 مليون يورو. تشيلسي تمام. بالميراث عنده 143 مليون يورو القيمه التسويقيه للفريق تمام. مونتيري 80 مليون يورو. الهلال 61 مليون يورو الهلال السعودي تمام. الهلال السعودي. النادي الاهلي 29 مليون يورو. الجزيره الاماراتي 19 مليون يورو كويس. اوكلاند 4 مليون يورو. ملاهي الخامس. يعني عايز اقول لك كل حاجة عالميا موجودة صح. بالأرقام ده صار لاعبين. دي صار لاعبين. ما ده طبيعي ثوابت الفرق. طب تعالى لو عايزين نتكلم على البث الفضائي. البث الفضائي الناس بتشتغل ازاي والعالم بيشتغل ازاي. يعني البث الفضائي في العالم كله غير عندنا في مصر خاص. في مصر عندنا كل واحد بيبيع فردي. كنا بنبيع فردي. اعتقد من بعد رابطه الانديه والشغل المحترم اللي هيتعمل في الفتره الجايه هيبقى البيع جماعي طبيعي تمام. بس ايه اللائحه اللي هتشتغل عليها رابطه الانديه علشان توزع نسب عائدات البث؟ لازم تكون في لائحه واضحه. واعتقد ان ده هيحصل في الفتره الجايه. لكن العالم بيمشي ازاي؟ العالم عامل ايه؟ في الدوري مثلا الاسباني على سبيل المثال. الدوري الاسباني بيعمل 50% من عائدات البث. 50% ثابته لكل الفرق المشاركه في الدوري. 50% بتوزع بالتساوي. لكن ال 50% الثانيه بيحصل فيها ايه؟ بتتوزع بنسب نتائج الفريق في اخر خمس سنين صح.
نتائج الفريق كل الفرق بتحسب نتائجه في اخر 5 سنين ليها نسبه. نتائج الفريق وفقا لمتوسط عدد الجماهير اللي بتتفرج على المباريات. التذاكر اللي بتتباع قد ايه، نسبه التذاكر، كل الحاجات، المعدلات، نسبه المشاهده في التلفزيون، دي معدل كل ده عليه 50% بيوزعها حسب النسب الحقيقيه لكل فريق. فبالتالي ده لو اتطبق في الدوري المصري، دي تجربه مثلا الدوري، ده لو اتطبق في الدوري المصري يتساوى افندم، لو اتطبق في الدوري المصري يتساوى، حتى لو حد زاد عن حد وفقا للارقام طبعا لان ارقام اللي هتتكلم، هيكون الزياده بسيطه، مش زياده يعني، مش هتكون زياده كبيره. بالعكس لو اتطبق النظام ده، انا شايف الاهلي دلوقتي مثلا بياخد رقم هياخد اقل منه. لو اتطبق النظام ده الاهلي هياخد اقل من الرقم اللي بياخده دلوقتي. رايك؟ طبعا عمرو بيتكلم على معايير، بس المعايير دي مختلفه من 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 دوله لدوله يعني. طب المعايير دي لو اتطبقت هنا الاهلي فعلا ياخد ارقام قليله؟ هياخد رقم مش قليله، مش قليله، هيبقى الاعلى، هيبقى الاعلى زي ما هو، بس الفوارق هتقل شويه. وده النادي الاهلي مش هتفرق معاه هو الفرق بينه وبين الثاني قد ايه او الثالث او الرابع. النادي الاهلي تفرق معاه استثماراته هو ايه وتفكيره هو ايه وفكره هو الاقتصادي ايه، هل ده المبلغ ده يرضيه ولا ما يرضوش، بغض النظر عن المنافسين ياخدوا كام. لو 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 المبلغ ده يرضي اداره النادي الاهلي ويرضي خطه التسويق في النادي الاهلي، النادي الاهلي هيوافق. لكن لو المبلغ ده قل بكتير من طموح النادي الاهلي او ما بيحصل على النادي الاهلي، لا، من حق النادي الاهلي ساعتها انه يفكر في مصلحته. بس النهايه لايحه على لا في الاخر خلاص، لا النادي الاهلي ممكن يعترض، وده حصل كتير جدا. لا افرض مثلا قالوا مثلا تاخد 100 مليون جنيه مصري، هو الجماعي افيد ولا الفردي في البيع؟ الفردي طبعا. الفردي طبعا، بس ما فيش حد في العالم بيعمل كده، مفيش حاجه في العالم، مفيش نظام في العالم، مفيش دوري في العالم بيبيع فردي، كله بيبيع. لا لا لا، في دوريات كتير جدا، في 43 دوري في العالم بفرديات. مين دول؟ امريكا الجنوبيه بيبيعوا فردي. ايوه فرق. لا يعني فرق ايه؟ لا الدوريات الكبيره في العالم، الدوري الانجليزي جماعي، الدوري الالماني جماعي، الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي، الدوري، ما كل الدوريات يعني المهمه. تتوقع الايطالي جماعي، تتوقع انتهاء ازمه شيكابالا؟ شيكابالا انت نطينا في حته ثانيه طبعا طبعا عشان نجري. ازمه شيكابالا اتوقع انها تنتهي، واتوقع ان 6 مباريات هيكتفوا بالانتهاء بست مباريات، واعتقد ان على اتحاد الكوره ان خلاص كده يعني تمام كده، عقوبه كده اصبحت. ما اعرفش هم اللي وصلت لحد ايه، لكن يعني انا مش متابع ايه اللي بيحصل دلوقتي، لكن انا اعتقد ان لابد تطبق العقوبه لحد نهايه 8 مباريات. ده طبيعي خلاص يعني، لازم ياخد 8 مباريات خلاص. ما خلاص احنا بنتكلم في عد 6 مباريات يعني، خلاص بقى 2 يعني. فاعتقد ان الافضل ان تستكمل العقوبه كامله. طيب طالما طب انت ما قلتش ليه ده في ايام الشناوي؟ ليه شنو في ايه؟ ما لما خد 4 مباريات وخلوها له مباراه، هو الاهلي هو اللي طلب ولا الاتحاد الكره اللي عملها؟ لا فاهم يعني، انت ما كانش رايك لو لغى العقوبه خلاص اهلا وسهلا، ما كانش رايك كده ليه يعني؟ لو اتحاد الكره دلوقتي لغى عقوبه شيكابالا وعطوا له مكافاه، انا ما عنديش مشكله خالص. ايه المشكله يعني لو عطوا تعويض على الفتره اللي فاتت دي؟ انا ما عنديش مشكله خالص. هل شايف ان محتاجين ان احنا نغلص العقوبات على الاجهزه الفنيه في الحديث عن التحكيم؟ انا يعني لابد ان تغلظ وتغلظ وتغلظ لسبب بسيط جدا. شراره اندلاع شراره المشاكل في مدرجات او في على السوشيال ميديا او في اي حته بتبدا من المسؤولين. لما مسؤول بيطلع، مسؤول مدير كوره او اي حاجه ايا كان يعني، مسؤول عن فريق يطلع يدي تصريحات فيها نوع من ان بيرمي كلمتين على الحكام، بيولع الدنيا، بيخلي الجماهير تتفاعل مع التصريحات دي، ويبقى السوشيال ميديا كله شغال والموجه شغاله على الحكام دول والحكم ده، فكله ده بيصعب مهمه الحكام والتحكيم المصري. انا شايف ان لابد ان تكون في عقوبات واضحه ومغلظه، والعقوبات دي موجوده يعني بلايحه، ما تبقاش كده يعني. احنا دلوقتي بنتكلم بنفاصل، احنا حاليا يعني غيات الاتحاد الفات قبل ما تيجي الرابطه بنفاصل، الشناوي ياخد 4 مباريات وفجأة تبقى مباراة، شيكابالا ياخد 8 شهور بعدين تنزل لـ8 مباريات، وبعدين عايزين ننزلها بنفاصل. هل واحد 8 بشكل عام 8 شهور تبقى 8 مباريات، دي شايف ان دي ما فيهاش تخفيف زي واحد 4 مباريات بيطلع؟ انا بقول لك ايوه، انا بقول بنفاصل، انا بتكلم في نفس بقول نفس المعيار يعني. تمام. انك انت بتنزل وبتفاصل، احنا مع اتحاد الكوره كنا بنفاصل، مع لجنه رابطه الانديه اعتقد الوضع هيختلف، هتبقى في لائحه. دي امنياتي يعني، انا نفسي تكون في لائحه واضحه جدا للجزاءات،
وتغلظ العقوبات على اي مسؤول يتجاوز حق التحكيم او في حق اي او حق في حق النادي الاخر. مش جاي انت في المدرسه لا دي؟ لا لا طبعا لا طبعا يعني مش انا مدرستك دي؟ لا مش مدرستي طبعا. انا حسب نوع التصريح. عايز تسخن كده وتولع نوع التصريح يعني مش معقول يكون مدير فني مثلا اتدبح في مباراه تحكيميا ومفروض يكون ملاك في المؤتمر الصحفي وبعد كده هو بيبقى المؤتمر الصحفي بعد خمس دقائق من انتهاء المباراه. بس في مشكله عايز اقول لحضرتك. لا انا بقول لحضرتك هو اتدبح من وجهه نظره ايه؟ يعني 90% من المديرين الفنيين والادارات اما بيروح يتفرج على اللقطه الحديث بيتغير 180 درجه. لا مش 180 درجه، لا ممكن يتراجع يعني كره اوفسايد مش اوفسايد. هل ما زال الزمالك هل متمسك بالدوري هذا العام؟ اه طبعا مؤكد. الزمالك نادي كبير عنده جمهور عظيم، فبالتالي وعنده اداره دلوقتي محترمه وناس على اعلى مستوى، الناس عايزين يكسبوا بطوله طبعا. مش معقول انت جايب عندك مجلس منتخب عاد او مجلس منتخب هينتخب هيجي جديد وهيبقى عنده هو وهو البطل وهيسيب البطوله للوصيف. لا هيقعد هو بطل هيشتغل على البطوله بتاعته. ايوه يعني بعقل ربنا كده اسيب البطوله للوصيف ليه؟ ما نكسب البطوله. الزمالك هو حامل اللقب، وضع طبيعي انه يدافع عن لقبه. لكن الظروف بتاعه القيد مع الصفقات الجديده اللي عملها الاهلي لا تؤثر. الزمالك عنده سكواد هايل يقدر يكسب بيه مباريات. حتى لو حصل نوع من العجز ولا بتاع، لكن في النهايه كلها حجج. عندك لعيبه، عندك ناس تكسب بطوله، اللي موجودين دول هم اللي كسبوا البطوله السنه اللي فاتت، فعادي جدا اكسب. التركيز على المكسب، والمكسب بيجيب مكسب، هتنافس على البطوله. الفرق كام بونت؟ الزمالك هينافس خمسه. فرق خمس نقاط. هل ده فرق قريب من وجهه نظرك ولا لسه المشوار طويل؟ لا المشوار طويل. طيب لا لسه طويل. لسه جدا المشوار طويل جدا. الدوري بطوله النفس الطويل. طبعا. احنا الخمس نقاط دول كانوا فرق ما بين الاهلي وزمالك لمصلحه الاهلي قبل سبع اسابيع ولا ثمان اسابيع، او تعوضوا والزمالك كسب. يعني اقصد هي دي هكذا كره القدم. ممكن اللي ورا يسابق وممكن اللي قدام يحافظ على النتيجه. دي كوره يعني. وبعدين النفس الطويل يعني ايه؟ يعني الفريق اللي بيقدر يحافظ حتى وهو في كيرف اقل بيكسب. البطل يكسب حتى لو مش في افضل حالاته. الكلام ده مقنع بالنسبه لك؟ المنافسه طبعا طويله، لكن الاهلي ما كانش محظوظ ابدا بايقاف الدوري وهو في عز انتفاضته الكبيره دي 5 و4. هو سوبر الافريقي 24؟ 24 باذن الله. 24 ده اكيد؟ اكيد ان شاء الله باذن الله. طب فيوتشر وبيراميدز الماتشين؟ هيتاجلوا. يروح فين بقى؟ هيتاجلوا. لا لسه لسه رابطه الانديه هتشوف مواعيد. هو الاتحاد الافريقي ايه ده؟ يعني ايه المواعيد دي وايه ده؟ الاتحاد الافريقي ايه ده؟ انت حضرتك معترض ليه صحيح؟ فندم انا سمعتك في اكتر من مكان معترض. على ايه؟ على الاتحاد الافريقي ان مواعيده مش انت عارف شايف ايه؟ انت معترض ليه يا كابتن؟ ايوه انت شايف ايه؟ حضرتك معترض ليه؟ احنا النهارده 5 ولسه مش عارفين. لا معروف خلاص يوم 24 في يعني صوبر. انت عندك صحاب هناك قالوا لك معروف جدا معروف يوم اعلن ان يوم 24 في سوبر رسمي سوبر افريقي. ما اعلنش رسمي بس هو تم مخاطبه الاهلي والرجاء. قالوا اتاجل ليناير. أعلن. ثم اتاجل مش عارف الاخر. لا يوم 24 السوبر بشكل نهائي. يوم 24 السوبر ايوه اعلن فين بس؟ ما هو مش يوم 24 السوبر الاهلي يخطب اعتبر والله يوم 24 سوبر. طيب اتحاد هو كان سيب لي 24 بتكلم في حاجه مع الاهلي اخت رسمي. لا يعني النادي الرجاء تم الحديث مع اداره الناديين ان خلاص هيتم تثبيت موعد مباراه السوبر 24 وخلال ساعات يمكن بكره ممكن يتم الاعلان رسميا عن نقاط مباراه السوبر. لكن انا بس يعني انت مدير فني واداره ناديه بتحضر لماتشين كبار زي فيوتشر وزي بيراميدز وقاعد بتستعد فجاه بيتاجلوا فجاه بتلعب سوبر افريقي. يا كابتن سيف لما تم وضع هذا الجدول ده اللي احنا ماشيين فيه ده كانت المفروض مفترض ان مباراه الاهلي والرجاء المغربي في شهر فبراير السنه الجايه تم تقديمه. الاتحاد الافريقي غير الميعاد. ايوه غير ليه؟ غير ليه؟ كابتن سيف أيوة ولا كابتن سيف عشان اقول لحضرتك بس عنده ارتباطات. ارتباطات ايه؟ مفيش ارتباطات. عنده امم افريقيه انت بتدافع عنه ليه؟ عنده امم افريقيه مفيش افريقيه اهم من ايه؟ طب ما تعملها بعد الامم. اولا يا كابتن سيف وليه؟ لا هيحصل ايه؟ طب دي واحده بس. طب هي اصلا المفروض ده سوبر يعني يبدا الموسم. طب انت حضرتك اجلته ليه؟ هو سوبر يبدا الموسم. هو ايه؟ هو اصلا مؤجل. هو ايه الكيمياء اللي انت 24 ده اسمه مؤجل؟ هو ايه الكيمياء اللي انت تديني الجدول من بدري ابني عليه؟ ده كلام صحيح. ايه الكيمياء؟ انت عايز تصلح صح؟ او دخلنا في تاجيل المؤجلات. هيعمل لك ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ معروف الموسم ده ان في مشاكل كتير جدا. سيبنا من مشاكل. ما انت الموسم ما انت محضره. ما انت عندك توقفات كتير وعندك يا استاذ عمرو ما انت محضره من الاول على مشاكله.
تمام، بس انا عشان احضره على مشاكله ما تغيرهاش بقى بالظبط. يعني نسبه هو الماتشين يعني هم انت سمعتني الاهلي كان بيوم 21 امبارح كان بيوم 21 انت سمعتني قلت ايه؟ اه سمعت. طب قلت ايه؟ قلت كلام غريب انا. ايوه ايه طيب؟ انا شخصيا مش موافق. ايوه ايه ما انت شوف على ولا حاجه بس. أيوة انت قلت ايه؟ قول لي كده انا قلت ايه؟ قلت الكلام ده ان ليه الاتحاد الافريقي عمل كده؟ وحياه المصحف انا ما قلت كده. لا قلت كده والله العظيم ما قلت كده. طب دي واحده بس. ابتدي بس بص. ابتدي بس معايا. انا قلت ايه؟ انا قلت جرى العرف بالنسبه لنا. دي واحده بس. هات ورقه وقلم واكتب لان الحاجات دي مهمه. تنام بعد دي واحده بس. دي واحده بعد الانترو. انا قلت ايه؟ انا قلت ان جرى العرف ان احنا على طول كنا بنعمل ايه؟ بننتقد اتحاد الكوره ليه بتاجل وليه بتاجل المؤجل. انا قلت كده كويس. تمام صح. وكان دايما عامر حسين يقول ايه؟ ما هو تعالوا شوفوا الاتحاد الافريقي يديني حاجه ثابته ابني عليها. مفيش ثابت دلوقتي. بقى في بس الاتحاد في الافريقي إدارة. الاتحاد الافريقي طول عمره مواعيده ثابته. احنا عمرو كل الكابتن عامر حسين كان بيأكل على طول يا استاذ. والاتحاد الافريقي طول عمره مواعيده ثابته. لا ما كانتش ثابته برضه طول عمره يا استاذ عمرو. الدور الادوار في الاتحاد الافريقي معروف يا عمرو. ما كانتش ثابته. الدليل ايه؟ ان هم الناس السنه دي مشكورين رابطه الانديه عملوا على الظروف اللي موجوده عملوا جدول صحيح. طب احنا دلوقتي دخلنا في المؤجل وتاجيل المؤجل تاني. ما تقلقش كابتن سيف كده كده. ليه كابتن سيف كده كده الجدول هيتعدل مره ثانيه لان مفيش بطوله كاس امم افريقيه. مفيش كاس امم افريقيه بنسبه تزيد لحد دلوقتي 70% مش هتقام. لا لا مفيش امم افريقيه. هتشوف الكلام الغريب ده. هتشوف كابتن سيف ده الكلام ده يعني لحد مع كامل احترام كابتن ده راح خالص. يعني انا كان نفسي تجيلي بحاجه كابتن سيف. اصبر بس. انا كان نفسي تجيلي حاجه نخش عليه. طب بص يا كابتن سيف بنسبه 60% كاس الامم الافريقيه لن تقام. ما كانت 70% من دقيقه بقت 60. 50% بطول كاس الامم الافريقيه. الله كل شويه تنزل يا عم. انا بديك بس نسب مش هتقام. ليه؟ المفترض اللي كان اول امبارح كان المفترض ان اللجنه المنظمه للبطوله كانت تقدم ملف ملعب الافتتاح للفيفا. الفيفا دلوقتي هو المسؤول عن البطوله تماما. افريقيا سلم خلاص الرايه. لحد دلوقتي مفيش تسويق تم للبطوله خالص. الشركات كلها الراعيه ما تخاطبتش مع الفيفا. الاتحاد اللجنه المنظمه او في الكاميرون ما قدموش ملف كاس المباراه الافتتاح. هم طالبين دولتين. تمام. في ملف اسمه ملف الافتتاح. ايوه يعني اللي هو ملعب الافتتاح اللي هو بتقدم لهم بتقول لهم يعني انت عايز تقول ان الكاميرون مش جاهزه؟ لا مش جاهزه ومش طيب البطوله دي ممكن المكان يتلعب في حته ثانيه. ما تقلقش. لا لا هيتلعب في الكاميرون. الاتحاد الافريقي اعلن ان هتتلعب في الكاميرون. كابتن سيف في تصفيات ساحل العاج اللي هي البطوله اللي بعديها 2022 يناير 2022. تعرف البطوله دي اصلا مترحله فالمفترض ان هي في بقى كده في تصفيات. فانا شايف البطوله دي يا ترحل للسنه الجايه في الكاميرون يا اما انها تتوقف. ده رايك مش انا بقول لك يعني وجهه نظري. ماشي وجهه نظر. وجهه نظر محترم بس. والنبي كابتن سيف ما سجلهاش لما البطوله تتلغي. طب وانت ما تفتحش كل مره الانترو من النص. يعني هتتفرج ابتدي من بدري. ما تاخدوش من النص. انا بشوفك من الاول. هقول لحضرتك حاجه هي بس وسعت شويه من الكابتن علاء. خلاص بطوله الامم الافريقيه في بعدها. مفيش اي نوع من التغيير. هو بس علاء من وجهه نظر اهلاويه. يا عم الاهلي ماله مال الاهلي. طب اكمل اللي انا عايز اقوله. عشان كاس العالم للانديه. من وجهه نظر عشان كاس العالم للانديه. فعنده حلم وهو نايم حلم ان البطوله هتتاجل. فجاي يقول لنا ايه رايك بقى في كاس العالم للانديه؟ عادي صح يا فندم. كاس العالم للانديه دي عادي. فرقه بتلعب في كاس العالم للانديه ومنتخب بيلعب في كاس الامم. عادي دي يعني. عادي يعني الاثنين في ميعاد في وقت واحد. مفيش مشاكل. الاولويه للمنتخبات في اي حاجه في الدنيا. لا يا اصل مش مشكله. هو حد يعني يقدر يتكلم يعني كل الزمالك كانت تعمل ايه؟ المشكله دي من وجهه نظر. لو الزمالك الاولويه للمنتخب في كل وقت. طبعا الاولويه للمنتخب في كل وقت. اقسم بالله موضوع منتهي. ما نقدرش نناقشه. والله العظيم مفيش نادي يقدر يرفع دماغه ده كلامه. الاولويه للمنتخب في كل وقت. والمصحف لو زمالك بيلعب دوره رمضانيه ما كان يبقى ده كلامه. مش كاس عالم الانديه يعني. عادي يعني. عادي يعني الاولويه للمنتخب. ايوه انا فاهم. انا سمعت حضرتك انت شايف انه مش عادي. انا سمعت افندم يا سيدي. حضرتك شايف انه مش عادي؟ لا انت شايف انه مش عادي. اي واحد اي واحد اسال اي واحد هيقول لك لا. يعني انزل كده خلص البرنامج وانزل كده اسال اي واحد قول له هو طبيعي. لا انا بس بعد اسال حضرتك يعني طبيعي فرقه بتلعب في كاس العالم للانديه تسيب لك 7 لعيبه المنتخب. ثانيه واحده بس. 10 مش كان في منتخب شباب بيلعب بطوله افريقيا وكان في حسني عبد ربه وكان في احمد فتحي بيلعبوا في النادي الاهلي حسني عبد ربه كان بيلعب في الاهلي. شوبير كان رئيس البعثه. حسني عبد ربه كان بيلعب في الاهلي في الاسماعيلي. انا بتكلم على الاسماعيلي. الاسماعيلي معلش. امال ايه طب عشان تخلص
الاسماعيلي طيب والكابتن شويه كان رئيس البعثه ايوه ايه اللي حصل ورفض ان الاثنين يروحوا يلعبوا مع الاسماعيلي مباراه وقال لك لا مصلحه مصر اهم اسماعيلي فين ده نتكلم في كاس العالم في الامم الافريقيه انا بتكلم في الامم الافريقيه للشباب يا سيدي ومع هذا لعبوا لان مصلحه المنتخب والله العظيم محدش فينا يقدر يراجع طب مصلحه سنة المنتخب هو احنا لكن دلوقتي يا عم حد بيراجع هو حد بيراجع حد بيكلم المنتخب طبعا المنتخب طبعا المنتخب رقم واحد الاولويه للامم الافريقيه النادي الاهلي وكان بس ازاي تعمل البطولتين في وقت واحد هو بيتكلم على في غلط احنا من خلاص حصل اللي حصل حصل يعني مش دعوه يعني بقول لك مش دعوه طبعا طب خلاص ما تقول لنا في غلط طبعا 100% واحنا بنقول مش اولويه المنتخب اكيد اولويه المنتخب لا بس في غلط بيقول لك مالناش دعوه كان مثلا ايه الامر اللي يعني النادي الاهلي بيمثل مصر لا ما بيمثل قاره افريقيا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الحقيقة اللعيبة عندنا شوية لعيبة كويسين جدا زي أحمد رفعت زي أسامة فيصل أو حسين فيصل بالذات الاثنين دول عشان هما خلاص بيع نهائي من نادي الزمالك مش أعراض زي أسامة فيصل يعني أنا شايف إن في دور كبير على الإدارة كابتن حسين لبيب باللجنة بتاعته عليهم دور كبير في موضوع اللعيبة اللي خرجت دي كلها يعني مشت يعني مجاني من نادي الزمالك أنا المجموعة بتاعت 2098 حوالي 42 لاعب هو كان محتاج إن هو ياخد منهم خمس لعيبة وممكن حسين فيصل عشان احنا ما عندناش يعتبر غير اوباما هو بس صانع اللعب يعني الوحيد ما فيش منافس ليه في الحته دي وكمان برضه بيلعب في نص الملعب في كذا حته يعني اساسي مش موجود فهو كان هيفيد اكتر في الحته دي تاني واحد عادي احمد رفعت بس احمد رفعت احنا ليه بدائل كتير بس هو اهم واحد بالنسبه لي صراحه حسين فيصل يعني حسين فيصل وبرضه احمد رفعت يعني بصراحه هم عملوا ماتش جامد قوي واحنا بصراحه يعني بنفرط في لعبتنا بسهوله يعني وان شاء الله بس بتمنى ان ما يفرطوش في اي لعيب تاني وكان المفروض يبقى موجود طارق حامد لان هو قلب دفاع نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا ونشوف المنتخب الوطني لعيبه الزمالك في المنتخب الوطني عدد كبير جدا متالقين جدا وكلهم اعارات من مش عدد كبير ولا حاجه لعيبه الزمالك هم ده بالعكس لعيبه الاهلي اكتر بس هو لعيبه الزمالك قول متالقين قول هم اللي ملمعين المنتخب انا بقول ايه قول هم انا بقول متالقين جدا انا قلت على فكره والله لكن هو مش كتير ولا حاجه استاذ عمرو انا عايز اترجم العربي بتكلم بجد والله يعني بقول لك لا اصل بحس بقول لك عدد كبير ومتالقين قمت انت راجع تقول لي قول متالقين ما انا بقول لك متالقين متالقين عايزك تركز في دي يا كابتن ايوه بس في نقطه يعني عايزك تقولها كتير بس متالقين في نقطه ثانيه الناس بتسال ان كان فيهم عدد اتباع فري وعدد عنده اعارات ايه عدد عنده اعارات يعني لعيبه معاره زي مروان حمدي بس قبل بدايه الموسم حصلت نوع من الاعارات فطلعت لعيبه اعارات هترجع تاني النادي حسين فيصل لا ده عنده انا شخصيا مش موافق على يعني انا كعمر مش موافق على ان حسين فيصل يتساب كده ببلاش انا مش موافق على ده انا شخصيا كعمر يعني هو بس انا رايي الفني ملهوش رأي الذي لا قيمة له على الإطلاق لكن رأي كارتيرون هو أكيد اللي هيمشي يعني المعلومات اللي أنا عندي والله أعلم هي وضعها إيه المعلومات اللي عندي إن كارتيرون لما عرض عليه قال لك نستغنى عنه الفكرة فيها كابتن فرقة 20 سنة في النادي سواء الأهلي أو الزمالك أو أي نادي بتبقى عيبة خمس لعيبة وسرح الباقي فسرح حسين أنا شخصياً شايف ان حسين ده لاعب مهم جدا شفت امبارح ولا شايف اصلا ولازم كان يكون موجود انت كنت شايف اصلا ولا شفت امبارح معانا لا انا عارفه من الاول طب ما طلعتش ليه في وقتها لما مش بالزبط. انا ما عنديش حق الاعتراض لا او تقول ان في خطا حصل بالسبب انا بالنسبه لي ما عنديش حق انا اعترض هو ده كان بيه. هو ده كان في لجنه كابتن حسين لبيب طبعا طبعا بس هو انا زي ما بقول له ارجع تاني ما اعترضتش ليه ما قلتش كابتن حسين ليه اعترض اعمل اعتراض يروح لمين قريب منهم وقاعد على طول معاهم ماشي ايوه اعتراضي اعتراضي ايه بقى سلام يا كابتن اعتراضي مين يا كابتن يعني انت بتقعد تكلمنا كده ما انا بسالك سؤال ما كتبتش ليه مقاله ليه قلت انا كنت متوقف ما جيتش هنا اعترضت معانا ليه يعني عمرك ما جيت هنا قلت انا بختلف وعملت قصه ليه قول اللي كنت يعني هو ده الموضوع لا ايوه ده الموضوع ده مهم موضوع بالنسبه لنا ايوه ليه اكمل بس
انا متمسك جدا بالقصه دي طبعا مهمه جدا. انا ما انا بقول لك جيت اعترض بعد ما طلعت على الهواء بقول معترض دلوقتي. لا انت جيت اعترض بعد ما كل ما اعترض اعمل ايه طيب يعني لا قريب من الناس واللي موجوده ما قلتش ليه لو شايف في حاجه غلط في الزمالك. عايز اسال سؤال يعني انا رايي هيغير ما علمتش صوتك ليه زي ما انت قاعد تعليه معانا وهرينا كده. سجل اعتراضك كنت سجل اعتراضك وقتها. عايز اسالك سؤال انا لو اعترضت وعملت اللي انا عايزه كارتيرون اخد في رايي لا 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 بس كان صوتك مسموع كان صوتك قريب لا طبعا لا طبعا لا وكذلك نقطه تتباهى قدام الناس كلها انك انت كنت صاحب اعتراض قضيه وكنت تثبت قضيتك وتسجلتها وتقول هنا يلا مش مشكله تعرف منين ان انا ما اعترضتش يمكن انا اعترضت انت اللي قلت انا ما اعترضتش انا ما لا قلت. انا قلت انا ماليش راي انا بقول معترض بس عايز اقول في النهايه النهايه في لعيبه كتير جدا في الاهلي والزمالك بيروحوا في القصه دي يعني بيبقى في خامات وفي مواهب صح صح زي انا حسين ده انا بدي معاك حسين ده موهبه مفيش حاجه يا كابتن سيف انا بدي معاك في الموضوع ده يعني تحيه يعني لا لا لا, لا انا بدي معاك لا لا صح لا صح يعني مفيش حاجه اسمها تحيه في النادي الاهلي والزمالك بيستغنوا عن مواهب كتير لا جدا لا بس لازم تتعلم من اخطائك يعني لازم تسال تشوف ايه ده مش ازاي كده العين هنا كانت لسه راجع نفسك كابتن ده خطا ده خطا عدم وجود لجنه فنيه لو في لجنه فنيه والناس بتبص وبتبص للمستقبل في نادي الزمالك هتشوف ان حسين فيصل ده يكون مشروع بس هي العين احيانا كتير خدعه طبعا يا كابتن سيف يعني بصراحه يعني خلاص هو لعيبه كتيره جدا هو خطأ حصل في نادي الزمالك وبيحصل في الاهلي وبيحصل في كل الانديه وبيسيبوا مواهب كتيره جدا لكن المرفوض كلمه اجرات حقيقه يعني ايه حقها يعني ما طبيعي جدا ان انا يكون عندي 30 لعيب بتنتهي المرحله السنيه بتاعتهم بالتاكيد لا انا مع بس انا على 25 واحد انا معاك في كلمه التحقيق التحقيق لا طبعا لا مفيش تحقيق طبعا استاذ علاء التحقيق مش معناه ان انا مش معناه اهدار المال العام ولا كسره حق يعني ايه يعني اعرف الموضوع هو الراجل ده مش وجهه نظر فنيه عشان اصلح لا ده كابتن سيف وجهه نظر فنيه ده كارترون كارترون طلع عليه الامر ورفض يعني انا استفسر برضو منه انت مشيته ازاي ما هو ده برضو ملعب يعني ده يعتبر فلوس طيب. انا طب ليه حضرتك ما تقص على اداء تقص على مثلا مروان حمدي مثلا ان هو دلوقتي واحد برضو موجود في المنتخب بس ده اعاره هيرجع ماشي بس يعني توقيته دلوقتي توقيت انه الزمالك محتاجه دلوقتي ولا لا محتاجه هو انت النهارده ما يبقى عندك انت النهارده ما تبقى مواردك انت عايز تحافظ على مواردك عندك لعيبه تقدر تبيعها بارقام تلاقي واحد النهارده مكسر الدنيا بتقول لك تسال تلاقيه اتباع ببلاش او مش ببلاش لازم تسال لازم يعني تستفسر يعني الزمالك عنده ازمه قيد وفي لعيبه تبقى معاره ازاي يعني كابتن سيف يعني في ما عنده لعيبه كتير هيعمل ايه لا ازاي كان يعني خلينا نتكلم بالحق احنا مروان حمدي السنه اللي فاتت كلنا نادينا عليه ان هو ما ينفعش يلعب في الزمالك مع كل احترامي للاعب راح الراجل سموحه كسر الدنيا طبعاً طبعاً دي بقى لا يلام فيها بصراحه كابتن بس انا الوحيد اللي قلت ان مروان حمدي لعيب كبير وقلت ان هيملى فراغ ايوه دي حقيقه وقلت ان هيملى فراغ مصطفى لقى كل الحق انا قلت كده وقلت ان هيملى فراغ مصطفى محمد بس الراجل ما قدمش حاجه وحضرتك لومتني يعني ساعتها انا لومتك لان ما كانش فيه كان وقتها مفيش يعني في النهايه ايه اساسي في منتخب مصر لعيب مهم جدا في سموحه هداف من هدافين سموحه هداف من هدافين الدوري ولعيب كويس شفت الجون بتعرف هداف طبعا احمد رفعت لعيب كبير جدا ولعيب كلنا عارفين ان لعيب هايل يعني حتى وهو في الزمالك كان لعيب كبير بس هو ما خدش فرصته في الزمالك ما خدش المساحه اقول لك حاجه اللي تبرز احمد رفعت ده كان عايز يمشي من الزمالك ومرتضى منصور ما كانش عايز يمشي انا كنت شاهد عين على الواقع بصراحه كان عمال متشفت دي اصلا عامله طبعا شفتها امبارح ما جبتش سيرتها خالص رائع انت ما بتتكلمش لا 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 ده انت ما الحاجات الحلوه لا دي لا ده, ده لا الهدف ده هيختار افضل هدف في البطوله طبعا هي لازم يكون افضل هدف في البطوله طبعا وانا اول ما شفته افتكرت هدف كابتن الخطيب كان في المرسى التونسي المرسى التونسي المرسى التونسي اللي كان الهدف الرابع في الحليب خليك في الحليب اول حبيب المغربي خليك في الحليب بقول لك المرسى التونسي كان هدف افشه ضربة الجزاء بتاعت قفشة شفت علامة ازاي؟ طب شفت ضربة الجزاء بتاعت زيزو؟ الاتنين زي بعض بالظبط لا يعني ايه ليه حكايات زي بعض؟ انت ليه انت ليه؟ ده مميز وده مميز ايه المشكلة؟ طب خلاص يعني؟ انا بقول لك الاتنين زي بعض انا قلت ايه قلت حاجة هو انت بتعرف الماء مش هو مالهاش دعوة يعني هو يعني انا بقول لك الاتنين زي بعض ايه الاتنين زي بعض؟ لا ده الحارس كان هيصدها لا والله عدت شفت شفت منتخب مصر لما تحول الاهلي والزمالك شفت عايز يحول الاهلي والزمالك والله انت بتتكلم عايز اسالك سؤال عايز اسالك سؤال شفت امبارح الجمهور انزل يا نصر انزل بالجمهور شفت امبارح جمهور رابطه الاهلي والزمالك وهم متفقين ان هم يروحوا امبارح المنتخب وكل المدرجات امبارح تيشيرتات الاهلي والزمالك بص اتفرج يا استاذ عمرو مال عينيك يا اولاد محترمين وممتازين ده الجمهور الاصيل المحترم
بص وزملكاويه واهلاويه وحاجه جميله رائعه. شوف اللبوس الهوائي عاملين زي منورين. طب شفت هدف الونش على عجبك؟ اه كله عجبني والله. الاهلاويه منورين والزملكاويه منورين. ما انا ما شفتش حد زملكاوي لحد دلوقتي. لا 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 في فين دول لابسين فانله مصر؟ لا في 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 في, في ورا تيشيرتات بيضاء. تيشيرت لا ده في ناس لابسه تيشيرت زمالك زمالك. لا اه ما انا شفتهم في اهلي اهو 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 اهو. لا لا هم كانوا متفقين مع بعض. واحد وسط 10 اهو. واحد وسط 10 ده النموذج لل على اسمه عليك عينك مش شايف. لا 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 ده منتخب صح. هو اسم الله عليه عينه مش شايف. انا فين الحمرا ماليش دعوه. انا فين الحمرا انا من بشوف فين الحمرا بس. رايك في كيروش ايه؟ والله يا كابتن سيف انا امبارح بس يعني شفت حاله التهوين والتهويل اللي حصل يعني امبارح شفت الشارع والنقاد والخبراء التهوين اللي حصل بعد مباراه لبنان يوم 1 ديسمبر واللي حصل امبارح يوم 4 ديسمبر يعني 3 ايام فرق بس. الراجل كان احنا اسوأ منتخب في الدنيا ومنتخبنا لا يستحق انه ينافس على البطوله بعد مباراه لبنان وان كروش بيألف وان كروش مدرب فاشل وان ده مش وقت تجارب وده مش وقت مش عارف ايه بتاع. ده كان يوم 1 ديسمبر وان منتخبنا اقل من تونس واقل من المغرب واقل من الجزائر واقل من كل المنتخبات. يعني كانت يوم 1 ديسمبر بعد مباراه مصر ولبنان الشاشه سودة تماما 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 واحباط غير عادي. الخبراء بيصدروا احباط وكل الاعلام الرياضي كله بسبب احباط. امبارح شفنا الاعلام الرياضي تحول 180 درجه من التهويل للتهويل. فجاه بينا احسن منتخب في العالم وبتاع وكده. لا انا الامور بسيطه جدا. الراجل بيقدم عناصر يعني امبارح اكتشاف. الراجل قدم لنا في مباراه ليبيا قدم لنا عمر مرموش وكان اكتشاف كبير جدا. امبارح بيقدم لنا حسين فيصل بيقدم لنا احمد رفعت في مركز جديد بيقدم لنا فلان في مركز جديد. فده شيء ايجابي حسبنا. بس انا اقصد بس انا اتمنى من الاعلام يكون عنده وجهه نظر ثابته. وجهه نظر حضرتك مثلا انا يعني انا امبارح تذكرت حضرتك موقفك مع موسيماني. يعني انت موقفك مع موسيماني واضح من اول يوم ولا بتقلب يمين ولا شمال ولا النتائج بتفرق معاك في تقييمك ليه او احترامك ليه او تقديرك ليه. لا هو بيخاف. لا لا بيخاف عظيم بجد. يعني بجد بشكرك على احترامك. لا والله العظيم يعني كابتن سيف دايما بتقول الحق. طبعا يا كابتن سيف انا راجل حقاني. كابتن سيف بيخاف من موسيماني. لا بيخاف عشان عندي السوشيال ميديا كبيره. فانا شوف يا كابتن سيف امبارح شفنا الناس كلها بتتكلم ازاي على الراجل امبارح كروش امبارح وعظموه انه ده اعظم مدرب في العالم. انا تمسكت بالدفاع موسيماني وجمهور الاهلي بينتقده طبعا. ده دي وجهه النظر اللي انا بقول ان احنا لازم يكون عندنا وجهه نظر. لازم يكون الاعلام يكون عنده وجهه نظر ثابته. يا راجل ده كويس على طول يا وحش على طول. لكن التقييم بالقطع ده ما ينفعش. انا امبارح شفت واحد امبارح يوم 1 ديسمبر خلى مصر كلها نامت ان الراجل ده فنكوش وان ده كلام فاضي وان ده ما يصلحش حاجه والراجل ده بيألف والراجل ده مش عارف ايه. امبارح عظيم واللعيبه هي اللي مش كويسه. لا طبعا. لكن يا كابتن سيف احنا لحد دلوقتي انا ولا مع التهوين ولا مع التهويل. طب رايك في ايه؟ مدرب كويس بيقدم لنا. لكن انا شايف ان التوقيت يعني التوقيت ما يسمحش اكتر من كده تجارب بصراحه. يعني يعني احنا لازم يثبت. احنا الوقت خلاص كابتن سيف. يعني لو بطوله كاس الامم الافريقيه تاجلت هنبقى في ازمه. ثلاثه في كل مركز وما تعرفش مين فيهم واحد. يعني هما الثلاثه في نفس المستوى. يعني ممكن مع كيروش المنتخب ما يبقاش تشكيل ثابت. ما يبقاش بس عايز اقول لحضرتك هو بيجهز واحد واثنين وثلاثه في كل مركز وممكن رقم ثلاثه يبقى واحد وممكن واحد يبقى او اللي جاهز يلعب. بس ده يفقدك للانسجام كابتن سيد. ده يفقدك للانسجام ان فجاه ان انا مثلا انا دلوقتي مثلا الونش وحجازي البين دفاع لو اتغيروا جنب الطرفين في كل مباراه اتغيروا. لا المنتخب لا ما هو لاعب مثلا ايمن اشرف امبارح فجربوا. لا عادي ممكن يعني الانسجام ده مهم جدا. يعني الانسجام عندي اهم مليون مره من اكتشف عنصرين ثلاثه. كابتن احمد ناجي امبارح قال لي ان يعني استبعاد ابو جبل ممكن ما يكونش فني. سمعته وانا بايد الكابتن احمد ناجي في اللي قاله لان ابو جبل مستواه عالي جدا ولما نزل ادى اداء عالي جدا فانه يستبعد دي كانت غريبه جدا. وطارق حامد نفس القصه. ده استبعاد طارق حامد وابو جبل ده استبعاد مش فني. معنى كلام الكابتن ناجي ان ممكن تبقى فرصته في المنتخب ضعيفه يعني خلاص كميته مع الراجل. لا ممكن يكون قرصه ودن صغير. لكن انا اعتقد يعني اعتقاد شخصي مني ان طارق حامد وابو جبل هيبقوا موجودين في امم افريقيا. انا شايف ان الراجل بيدي قرصه ودن فعلا وطارق حامد تحديدا كان قرصه ودن بجد. يعني لان كواليس تقالت لي جوه المنتخب ان هو كان الراجل زعل من لغه كلام طارق حامد فاعطى له قرصه ودن. وده اللي عمله قبل كده مع قفشه وعمله قبل كده مع شيف. هو عنده ملاحظات فنيه على قفشه وواجهه بيها وقال له انا يعني هو استبعده عشان خاطر في بعض التعليمات الفنيه ما بينفذهاش
ويمكن حتى سبحان الله نفس التعليمات دي هي نفس تعليمات موسيماني. يعني حتى موسيماني شويه لما كان في ملاحظات على قفشه كان نفس الملحوظه الفنيه دي هي نفس ملحوظه كروش على مجدي قفشه في طريقه ادائه. فاعتقد ان ممكن اتفق مع عمرو ممكن يكون ارصف ودن لكن ممكن ترحم يكون موجود في قائمه كاس الامم. ممكن محمد صبحي يبقى الحارس رقم 2 للمنتخب؟ خبرته ما تسمحلوش بكده يعني. بس هو يعني هو يعني انا كنت اتمنى يكون ابو جبل. يعني انا عايز حارس يكون لاعب دوري ابطال. هو حاليا دلوقتي محمد صبحي هو الحارس رقم 2؟ طبعا اه لحد دلوقتي. ممكن ده يستمر؟ لا اعتقد صعب جدا في الامم الافريقيه. محمد صبحي طبعا حارس واعد وحارس محترم جدا وحارس كبير، لكن انت الفتره الجايه لازم الاثنين الحراس الواحد واثنين هيبقوا اسمهم رقم واحد، الاثنين على نفس المستوى. هو واحد بس يعني واحد منهم اللي هيلعب، لكن هو نفس المستوى. لما تم استبعاد عواد ودخل شريف كرامي اللي شريف كرامي عنده خبرات خبرات كبيره جدا 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 تؤهله ان هو بنسمع اشاعات على صبحي ان هو ممكن يقترب من الاهلي. هل صبحي ممكن يرجع الزمالك؟ ممكن يقترب من الاهلي؟ هل عقده يسمح بكده؟ استحاله. انا بقول لحضرتك استحاله. محمد صبحي صحيح عقده في ان يحق افندم يدفع 20 ولا ده رقم غلط؟ لا يحق لي يعني بنيه البيع يحق لنادي فاركو ان يشتري صبحي ويدفع 20 مليون على ال 27 مليون اللي كانت موجوده. ويمكن الناس كانت شايفه ان ده رقم كبير جدا. يعني على 27 اللي كانت موجوده، السبعه اللي كانت موجوده 7 على 20 27 فيبقى 27 مليون. ثمنه ككل هيبقى 27 مليون او 27 مليون ونص. مبلغ الناس شايفه ان ده مبلغ كبير على حارس مرمى، لكن انا شخصيا مش مع نيه البيع. انا مع ان صبحي يرجع مكانه في نادي الزمالك. بس دي تخضع لفاركو بقى. لا مش تخضع لفاركو، تخضع للاعب، رغبه اللاعب. طب هو فاركو ممكن يشتريه، ممكن يقول يجي السنه الجايه يقول لك انا عندي نيه البيع هدفع فيه 20 مليون يعني. بس اللاعب ممكن يرجع يقول لا مش عايز انا. طب لو رغبه اللاعب، لان رغبه اللاعب لازم رغبه اللاعب اساسي. طب ما دي صبحي في الزمالك السنه الجايه. ايه صبحي في الزمالك السنه الجايه على مسؤوليتك الشخصيه؟ لا ما عنديش معلومه ان الاهلي عايز حارس مرمى. انا كنت في الموضوع ده كتير جدا، الراجل لحد دلوقتي مش عايز حارس مرمى. لكن انت عارف في متغيرات بتحصل بكتير جدا يعني. يعني زي حضرتك امبارح سمعتك كنت بتتكلم على كهرباء ومش كهرباء وبتاع القصه. مبروك علي معلول مضى اخيرا. الحمد لله. فين يا عم الامضه دي؟ النهارده اليوم ال 119. انا بكلم علي معلول ما مضاش. فين؟ انا ببارك له. وطلع بس ثانيه واحده هقول لك على حاجه. اتكلم كده على فكره. طلع الكابتن سيد عبد الحفيظ طلع ايه من كام يوم وقال ان احنا بعد بطوله العرب هنقعد مع. لا هو بس هو بيقول لك بس عشان الصوره. لا هيطلع العقد خلاص. يعني لكن هو قعد ومضى وخلص. انت عرفت منين يا كابتن؟ الف مبروك. يعني عرفت منين يا كابتن؟ يعني من جوه النادي الاهلي. كان سامع حافظ نفسه اللي هو يا عم هو مش عايز يقول لك قال عكس كلامه. قعد ومضى. الف مبروك خلاص. الف مبروك. نطلع فاصل. عقبال بن شرقي. عقبال بن شرقي. نكمل حدث. نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا برضو عن شوية أسئلة كده سريعة عن اتحاد الكرة المصري، عن مستقبل الكرة المصرية. توقعاتك لمستقبل الكرة المصرية في القادم؟ طبعا مستقبل الكرة المصرية هيكون بإذن الله مشرق. الكرة المصرية بتبدأ من الدوري المحلي والمسابقات المحلية. أنا متفائل جدا بالرابطة إنها تقدر تعمل لنا مسابقات محلية. انتخابات كمان يوم 9 كمان. طب أكمل بس. اتفضل. أنا بتكلم على كرة القدم دلوقتي. بتكلم على كرة القدم؟ بقول لك انتخابات اتحاد يوم 9، الباب هيفتح يوم 9. طيب اوكي انا بتكلم على الرابطه. ماشي اتفضل. انا بتكلم على الرابطه ما بتكلمش على اتحاد الكوره. اتفضل. الرابطه عملت شغل كويس جدا. انا شايف ان لو مسابقه الدوري تم الاهتمام بيها وشفناها مستوى التصوير بقى اعلى من كده شويه، اهتمام بشويه من الملاعب اكتر، اهتمام بالاخراج بالحاجات الصغيره دي، انا شايف ان الدوري المصري هيفرز لاعبين على مستوى عالي. الجمهور كمان هيعمل طعم هناك للبطوله. ده يعني هيعمل ارتفاع لمستوى كره القدم بشكل عام في مصر. ده هيعود على المنتخبات.
طيب المستقبل كلها. اللي الناس مستنياه في انتخابات. ارجع لاتحاد الكوره. عايز تكلمني عن الانتخابات. انتخابات اتحاد الكوره كانت مهمه جدا جدا جدا، لان مش معقوله اتحاد كره القدم المصري اللي انشئ سنه 21 واللي اسس الاتحاد الافريقي لكره القدم سنه 57 ما ينفعش بعد كل ده نقعد على نعيش على لجنه معينه تدير اتحاد الكوره بقالنا سنه ونص ولا سنتين في لجان، لجنه في لجنه في لجنه. انا شايف ان اتحاد الكوره لازم زيه زي اي مؤسسه لابد ان يكون في مجلس منتخب تنتخبه الجمعيه العموميه ويبدا يشتغل الشغل اللي المفروض يعمله. اعتقد ان اللائحه كمان اللي اعتمدها اللي اعتمدتها الجمعيه العموميه والفيفا اعتمدها مؤخرا شايف انها لائحه كويسه. صحيح هي فيها نظام القائمه المطلقه دي، هي فيها صعوبه شويه حكايه القائمه المطلقه، لكن في النهايه هتولد لنا مجلس متجانس يقود كره القدم المصريه في مرحله صعبه جدا محتاجين فيها نوصل لنهايه كاس العالم في قطر، ومحتاجين نحرز نتيجه في نهايه كاس العالم. يعني احنا مش الهدف كمان الوصول لنهايه كاس العالم فقط، لا احنا عايزين نحقق نتيجه ونوصل لاعلى نقطه. استاذ علاء، طبعا انا شايف ان اسعد خبر من ازمه يوليو 2019 هو تعيين يوليو طبعا 2019 اللي هو رحيل مجلس المهندس انا بريد. اعتقد اسعد خبر هو كان تحديد موعد الانتخابات 9 يناير. الامر كابتن سيف المفاجاه ان طلعت الموضوع اسهل مما كنا نتخيل، يعني طلع موضوع الجامعات العموميه ده شك الدبوس زي ما بيقولوا، يعني فجاه كنا شايفين ان دي مشكله عويصه وان عايزه اجتماعات وعايزه مش عارف ايه وكده، وفجاه لقينا الاتحاد لائحه بتروح الاتحاد الدولي والاتحاد الدولي رفضها، وبعد كده الاتحاد الدولي ما اقدرش اعتمد لكم لائحه، انا لسه ما اعتمد لكم لائحه قبل كده. فجاه سمعنا ان الاتحاد الدولي وافق على التعديلات، طبعا مش عارف يعني ايه الاتحاد الدولي، واضح ان في اتنين اتحاد دولي في العالم يعني، لا بصراحه يعني ازاي اتحاد دولي يعتمد لائحه ويجي بعد كده اقول له في تعديلات يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها اوفق لك على تعديلات، انا خلاص انا كده كده وافقت على اللائحه بتاعتك ونرجع نقطة الصفر من أول وجديد، وبعد كده فجأة نكتشف إن الاتحاد الكورة بيدعو الجمعية العمومية والجمعية العمومية توافق على تعديلات في اللوائح، فجأة نروح نبعتها للفيفا، الفيفا يباركها ويرجعها لنا تاني. إيه يعني؟ لأن دي مصر. هو لا مش دي مصر. لا 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 لا. وده ما ينبغي أن يكون إن يتعمل لمصر. لا لا مصر دولة كبيرة ودولة محورية ولازم يتعمل كده على لازم يتعمل كده طبعا. ايه يعني اعدل على اللائحه بتاعتي؟ لا هو مش بيتكلم في قيمه مصر كبيره طبعا، يا عمر هو بيتكلم على منين انت حضرتك رفضت ومنين قبلت، منين قلت ما ينفعش ومنين قلت ينفع، منين قلت ما يسمحش ومنين قلت يسمح. لان يا عمر لا في النهايه رغبه الجمعيه العموميه انها لا يا عمر انت رايح في سكه ثانيه خالص. يا عمر انت بتتكلم صح، انت حضرتك بتتكلم صح، بس اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ احنا مقتنعين بكلامك ان ربط من حق الجمعيه العموميه انها تغير وتجتمع في اي وقت وتعدل اللائحه. طب انتوا يعني موافقين ان الفيفا يرجع في كلامه؟ يا عم انت مش معانا يا سيدي، عمر في الحته دي عمر عايز ايوه اسمعنا انا سامعكم، احنا معاك في وجهه نظرك يا عمر، احنا بنتكلم ان اللي انت بتقوله ده هو الطبيعي. طيب ترفضه ليه؟ ترفضه ليه بس؟ شفت يا عمر احنا بنتكلم على انك هم اللي كانوا خلاص هو عمله حتى لو تراجع وعمله. ايوه احنا بنتكلم بناء على الاصرار مصر. احنا بنتكلم الخطوه يا عمر مش اصرار ولا اي حاجه، احنا بنتكلم الخطوه الاولانيه يا عم مش اصرار ولا اي ليه؟ يا عم انت الخطوه الاولانيه ترفضها ليه؟ ما هي طبيعيه، انا عملت جمعيه قدمت لك لائحه ما توافق عليها ترفضها ليه؟ هي دي القصه، بس هو ده اللي عايز يوصل تعديل اللائحه تعديل. لا 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 ده انا قصدي ان لما الحب يصير الامور هتصير، ولما نحب انه يعمل انتخابات هنعمل انتخابات، وان احنا عشنا 8 اشهر في كذبه كبيره جدا اسمها الفيفا وعدم اعتماد لوائح، ومش عارف قلنا الفيفا رفض اعتماد اللوائح والفيفا قالت لك لا اعتمدنا لائحه واحده بس مش هينفع نعدلها، وقعدنا شهور ضيعنا حرقنا بنزين على راي كابتن سيف في كلام فاضي، وفجاه لما خلاص جت تعليمات ان لازم تعمل انتخابات رحنا عملنا الفيفا، الفيفا فجاه لقيناها ببساطه جدا اعتمد لك اللائحه. وانا بقول يعني ان احنا واضح ان في العالم اتنين فيفا مش فيفا واحده بس. لا 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 الموضوع مش اتنين فيفا، لا في اتنين الموضوع فيفا الموضوع ان اصحاب المناصب المصريين هم اللي بيعملوا المشاكل في الاتحادات الدوليه. بعيد الفكره بعيد عن لا لا هو بيتكلم وجهه نظر برضه تحترم صح، يعني انت ليك وجهه نظر تتكلم في وجهه نظر تحترم، هو بيتكلم هو عايز يقول أصحاب ان عايز يقول ان اصحاب المناصب يقدروا يخلصوا في دقيقه، وانت عايز تقول منين النهارده رفضته منين قبلت، اخذنا وقت طويل، ولكن في الاخر هنروح ان شاء الله باذن الله للخطوه الخطوه المهمه اللي عايزها، والخطوه يعني مهمه ووجوه جديده، والامور ان شاء الله باذن الله تمشي بشكل افضل كويس. يعني افضل هل لديك اي اقوال اخرى
قبل من 1 لـ10؟ لا عندي اقوال طبعا. ايه عندي، عايز اتكلم على هدف الونش. مش عاجبك؟ لا لا اتفضل. هدف الونش مش عاجبك يا كابتن؟ والله العظيم عاجبني. اصل انت دايما يعني بتعترض كده عليا حاجه للزمالك. انا الونش لعيب كبير، لا الفكره مدافع على مستوى عالي زي ما انا قلت قبل كده، انه مدافع عالمي. ايوه احرز هدف في نوع من الراجل بيطور نفسه كل يوم. صح صح، احرز هدف على مستوى عالي جدا. صح. ما تحسش ان ده مدافع. صح. مش دي الركنه دي مش ركنه مدافع، ده ركنه لاعب كبير جدا. صح. ركنه لاعب دولي، لاعب محترف. انا شايف ان الونش افضل مدافع بمسافات كبيره عن اللي بعده. انا معاك وانا بتفق ان شفت بقى اهو. شفت انت المره اللي فاتت انت بتقول المره اللي فاتت بتعترض، الراجل بيقول لك المره فاتت محمد صلاح هيجيب على منتخب الاولمبي، قلت له ما الونش موجود. هو ده اللي قلت لك. انا النهارده بقول لعمرو انت طيب، انا بقول له خلاص مرحله صلاح انتهت، الونش موجود خلاص، هو نجم المنتخب خلاص. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ قول لي ايه المشكله في كده؟ مرحله صلاح انتهت مع مين؟ ما خلاص مش هيلعب. مش هيلعب فين؟ ما كان ساعتها المنتخب الاولمبي. احنا كنا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي. خلاص هو السؤال. لا لا لا، السؤال كان ايه؟ ايه يعني؟ احنا كنا بنتكلم عن المنتخب. لا لا لا، ما تقوليش احنا كنا بنتكلم. السؤال كان ايه؟ طبعا هكمل لك. طيب اتفضل يا فندم. كنا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي. اللي مسافر رايح يلعب الاولمبي. ايوه السؤال كان ايه بقى؟ هكمل. طيب اتفضل يا فندم. كنا بنتكلم على اللي رايح الاولمبي. والله ايوه تمام. محمد صلاح كان ساعتها خلاص بنتكلم على محمد صلاح، هو خلاص بقى. لا يا فندم، كنا بنتكلم على مش هيلعب خلاص. السؤال مش كده. لا السؤال مش هيلعب يا سيدي. السؤال تأثير منتخب مين الالوان يا استاذ عمرو؟ يا استاذ عمرو انت بترد على اجابه مش دي. السؤال السؤال منتخب الوين؟ يا استاذ عمرو احنا مش معترضين على حاجه، والونش يا عمرو سيبك كده خالص. السؤال كان مدى تأثير غياب محمد صلاح عن المنتخب الأولمبي في المشاهدة. حلو قوي. وفي حلو قوي. بقول لك الغي الموضوع الونش، في الونش خلاص، انسى الموضوع. ما فيش محمد صلاح مش هيلعب مهما تقول تأثير ومش تأثير، خلاص انت بتتكلم في موضوع انتهى. هو الموضوع كان حسم، حسم الأمر، ما فيش محمد صلاح خلاص. فانت بتتكلم في حاجة يعني بتناقش موضوع حسم، فأقول لك خلاص المرحلة مرحلة الونش. انت ليه عمرو مش مركز معانا النهارده؟ انت كده مبسوط مرضي؟ تمام. انا في صمله بالعشرة ان دلوقتي دي مرحله الونش، والونش افضل محمد صلاح خلاص يا عم مبسوط. الونش نروح محمد نروح صلاح. كنت عايز تقول على حاجه على مجلس اداره الاهلي. بقول ان مجلس اداره الاهلي ان شاء الله في اول اجتماع مجلس اداره باذن الله يوم الاربعاء الجاي، ولحد دلوقتي كل شويه بتاكد ان السيد عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي مش هيكون موجود في الاجتماع ده. النادي الاهلي يعني ده لحد دلوقتي الغالب يعني كده. نائب رئيس حاليا؟ لا نائب رئيس. لا بيتم اعتماده، فمش لا باعتماد الجهه الاداريه ومدير شؤون الرياضه اللي اعلنوا النتيجه، هو نائب رئيس النادي الاهلي. يعني ما علينا، ما علينا. امال مش هيحضر لنا؟ احنا مش عايزين نخش يعني. طب مش هيحضر لنا لما هو نائب رئيس؟ نتمنى له يا رب كل التوفيق. ايوه ماشي، واحنا ما حدش في 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 اتجاه كبير جدا ان خلال الاجتماع ده يتم اختيار الكابتن حسام غالي ضم الكابتن حسام غالي للجنه الفنيه في لجنه التخطيط. لجنه التخطيط هيكون موجود معاهم، وده اللي كان بياكد عليه الكابتن محمود الخطيب لما قال لك انا كنت محتاج حسام غالي. وقلت لحضرتك انا الحلقه اللي فاتت ان الكابتن خطيب محتاج حسام غالي في الجزئيه دي، فاحتمال كبير جدا جدا ان شاء الله باذن الله يضم الكابتن حسام غالي للجنه التخطيط في النادي، وان هيشكلوا المكتب التنفيذي. طب ولو ما حصلش ده؟ انا بقول في اتجاه، في اتجاه، في اتجاه، بقول في اتجاه. اتفضل يلا يا استاذ عشان وقتنا. اتفضل ماشي. وان شاء الله باذن الله الاستاذ خالد مرتجى هيكون بقى هيكون رئيس المكتب التنفيذي مؤقتا لحين حزم ازمه الكابتن عمرو فاروق. المهندس خالد مرتجى هيتم تسعيد خالد مرتجى يعني؟ لا لان لازم يتشكل المكتب التنفيذي النادي الاهلي، هيكون رئيسه مؤقتا رئيس المكتب التنفيذي السيد. هو هي اللائحه بتقول ان ممكن الرئيس يبقى رئيس المكتب التنفيذي الكابتن خطيب. طبعا ممكن طبعا، بس هو هيتم اختيار خالد مرتجى مؤقتا لحين الازمه. يبقى كده خلاص خالد مرتجى هيكمل في المنصب؟ لا مش هيكمل في المنصب. نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. طيب نروح بقى في فقره من 1 لـ10. أول سؤال النهاردة من 1 لـ10، تقييمك لإدارة كارتيروش في المباراة الأخيرة؟ 10 من 10. 8 من 10. قرار الزمالك برحيل حسين فيصل؟ 0 من 10. 0 من 10. مستوى أحمد رفعت مع المنتخب؟ 9 من 10. 8 من 10. مستوى حسين فيصل في أول ظهور لي مع المنتخب؟ 8 من 10. 8 من 10. قرار عمومية الجبلية بإجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة؟ وقرار صعب شويه بس يعني 10 من 10 خلاص طالما هيفوز الكوره.
5 من 10. قرار الزمالك بتجديد الثقه في كارتيرون 10 من 10. 10 من 10. فوز ميسي بالكره الذهبيه 5 من 10. المفروض طبعا لازم اقول 0 من 10 طبعا، كنت اتمنى محمد صلاح. احتلال محمد صلاح المركز السابع في ترتيب المرشحين للكره الذهبيه 0 من 10. 0 من 10 كنت اتوقع انه يكون الرابع او الخامس. تحديد فيفا لموعد كاس العالم للانديه يعني في نفس توقيته في نفس توقيت امم افريقيا 0 من 10 طبعا مش كويس يعني. طبعا 0 من 10 قرار سيء يعني. انت بتستمتع بالمناهده معانا بس صح؟ اه دي متعتك يعني، بتستمتع بكده بس يعني. انا عايزك تبقى محايد يا كابتن سيف. ايه دخل دي محايد دي؟ انا عايزك محايد. انت محايد في كل حاجه الا في الحديث دي. انت بتبقى محايد في كل حاجه. الصفر ده ما طلعش من ربع ساعه ليه؟ استاذ محمد، استاذ محمد نصر بعد اذن حضرتك ارجع بالشريط لورا بس هات كام يا استاذ حضرتك؟ طبعا 0 من 10 طبعا. 0 من 10. قرار الكاف بتغيير موعد السوبر الافريقي 24 ديسمبر. هو طبعا المفروض السوبر الافريقي، وجرت العاده ان السوبر بتلعب قبل بدايه الموسم، فهو كان مفروض يتلعب قبل كده بكتير، لكن ما انه ان اتاجل يعني اتقدم، فده حاجه كويسه. يبقى 24 مفيش مشكله. كام من 10؟ 8 من 10. 5 من 10. 5 من 10. خلصنا حلقتنا. عايز اسالك سؤال ملوش علاقه بحاجه كده، سؤال مهم. لو انت صاحب قرار مع محمد صلاح، لو انت ماسك اداره محمد صلاح وصاحب قرار، توديه الحفله الاخيره ولا ما تودوش؟ بس طب الاول خليني صاحب قرار بجد وانا اقول لك. انا بقول لك اهو، اعتبر انت صاحب قرار. لا على الهوا، انا عايز بجد مش على الهوا. ماشي ما تقلقش. وعايز فلوس. عايز فلوس. تعمل ايه؟ طبعا انا مع الروح الرياضيه، ان الناس تروح، لازم يروح مع الناس. مع الروح الرياضيه. لا ما يروحش. ما يروحش. لا ما يروحش. والتسريبات اصل انت عارف بتاع حركته المسربه قبليها ب 48 ساعه. فبيكون الناس كلها عارفه. لا لا ما يروحش. لا ما يروحش. بص انا حكايه ان اللي ما يكسبش ما يروحش هتبوظ كل. انا رايي هو مش متابع. انا رايي يا اسعم بعد كده ما سالت وقريت كده في شويه حاجات، مليون في المئه انه ما يروحش طبعا. ليه؟ اقول لحضرتك ليه. الجوائز والاستفتاءات بيبقى ليها معايير مختلفه عن الفنيات. امتى اقول لحضرتك مظبوط؟ لو انت مستواك ياهلك ان انت تبقى السابع، او ان انت في توقيت فعلا فيه انت السابع وفي ست روح رياضيه روح عادله مظبوط. لكن انا وانا بكلم الكوره والكوره بتكلمني وبطير من على الارض ابقى السابع؟ طب انا اروح ليه؟ انا متعك بجمهوريه ليا بالملايين في الوطن العربي وافريقيا والدول العربيه ليه؟ عشان في الاخر ايه؟ انا يوم ما اروح، لان انا النهارده صاحب جمهوريه في الدوري الانجليزي وفي اوروبا. مش منطق. يوم ما اروح يبقى انا بضغط عليك ان انا لازم اكون. مش منطق. دي رياضه حقيقي. ودي روح رياضيه يا فندم. في روح رياضيه ان الراجل يطلع السابع. الروح الرياضيه الراجل يطلع السابع. انتوا ما عندكمش روح رياضيه. ماشي بالمعايير. هو انت تقابل الخطا بخطا يعني؟ لا يعني مش خطأ يعني. هو يروح السابع واروح رياضيه؟ لا يعني وانا قلت لك ان صح يبقى السابع، لكن ما قابلش الخطا بخطا. في مش عارف عربي. في حاجه اسمها روح رياضيه. مش عارف اسمها رياضه. احنا في رياضه، احنا مش في اداره النجوم في العالم. بتتطلب ما يروحش طبعا. سيستم معين. كابتن سيف، اولا احنا كلنا كنا عارفين بالمعايير ان محمد صلاح مش هيفوز بالبطوله، مش هيفوز باللقب. معروفه مقدما قبلها بثلاث شهور ان محمد صلاح مش هيكون متواجد في الثلاث الاوائل للمعايير دي. حتى كلنا عارفين كده، بس ما يطلعش سابع يعني. ما يطلعش سابع طبعا. نقدر نقول محمد صلاح واحد من التوب فايف في العالم. لا لا انا كنت متوقع ان محمد صلاح يطلع خامس يعني. كنت متوقع انه يبقى خامس رابع كده. لكن بالمعايير، انا بالمعايير كنت عارف ان محمد صلاح هيكون بره الثلاث الاوائل. وانا باخد حضرتك ان لازم محمد صلاح كان لازم ما يروحش الحفله. شرفتنا يا استاذ عمرو. شرف بوجود حضرتك دايما. سعيد بحضرتك يا كابتن سيف، وسعيد برحابه صدرك. مفيش مره تيجي تقول لي اتفرجت عليك امبارح، حلقه كانت رائعه، المقدمه يا كابتن كانت الحقيقه هايل. مفيش خالص. لا مفيش. على فكره شفت يعني الحلقه يعني على طول الشاشه عندك شفت الحلقه كويس جدا. مفيش ولا حلقه عجبتك؟ واستمتعت بالكابتن اسامه نبيه. واستمتعت بالكابتن ناجي، كابتن احمد ناجي. بيبقى معاهم واحد افندم، كان معاهم واحد ثالث. طبعا استمتعت بيه. استاذ علاء شرف وجود حضرتك دايما. بشكرك. خلصنا حلقتنا النهارده، بشكركم شكرا جزيلا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره على الف خير.